بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل قرنبيط بالسجق بس بطريقه جديده ومختلفه، وهنعمل كمان سلطه جرجير بالجبنه، والوصفه الثالثه معانا النهارده عصير الخوخ بالنعناع. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف وصفة القرنبيط بالسجق تبقى مكوناتها او مقاديرها ايه. النهارده قرنبيط شايفين صغنن كده، جايباه اللي هو الوردة بتاعته صغننة، وسلقته لمدة 10 دقايق في مية وملح، زبادي، كمون، توابل، صلصة طماطم، طحينة، زبيب، لوز، ثوم، مكعبات طماطم، زبدة، انا قلت زبادي، نقول تاني، زبادي وسجق. طيب اول حاجة هحط كده، لا وكل ده انا فاكره ان الطاسه سخنت. طيب هنحط الزبده كده اهو، تمام، وهنحط برضو مكعب زبده هنا، وهبتدي احط كده القرنبيط يتقلي في الزيت. تقريبا كوباية زيت عليها مكعبين من الزبدة. نقلبهم كده عشان نتأكد ان الزيت مع الزبدة بس كده. نعمل الخلطة بتاعتنا. بس قبل ما نعملها ممكن ايه، السجق انا عايزة اقطعه قبل ما احطه. هقطعه كده اهو، هقطعه عشان انا عايزاه اكنه يعني الوصفه دي ممكن تتعمل بسجق وممكن تتعمل بلحمه متعصجه، عايزاه اكنه مفروم. لكن لو انتوا مش عايزينه مفروم وعايزينه يبقى باين كده فنسويه الاول احسن وبعدين نقطعه، تمام، عشان هو كده يعتبر بيتهري لما بنسويه. كده دول اهو، اعتبر كده قطعته، واحط كده في الطاسه. هقلبه كده كويس قوي، واحط معاه معلقه من الثوم صغيره بس، واسيبه بقى ايه يستوي. هنا بقى هعمل ايه، هنا هحط الطحينه كده، واحط معاها الكمون والثوم،
وميه هقلب كده كويس قوي. هنحط كمان ليمون شويه كده من الخل مع شويه صغيرين من الليمون مع الزبادي. هقلب كده واشوف محتاجه تاني ولا لا. يفضل ان انا احط الدريسنج ده في التلاجة ساعة قبل ما اقدمه، بس احنا يعني اكننا حطيناه ساعة وهنقدمه كده. ليه بقى بيتحط في التلاجة؟ بيتقل وبيريح كده، بيبقى حلو جدا. نقلب ده كده، ده مش هياخد وقت خالص في السوى. نسيب القرنبيط ده لحد ما لونه يبتدي يتغير. احط ده كده عشان لما نيجي نطلعه. اقلب ابتدي احط له مكعبات طماطم واقلب كده. بس واسيب، خلي دي كده على جنب. نبتدي بقى نجيب هنا ونشوف السلطه بتاعتنا عباره عن ايه النهارده. عباره عن جرجير، طماطم شاري، حلقات من البصل، خيار ترنشات، جبنه ماعز، الدريسنج بتاعنا خل وليمون وزيت زيتون. هنحط كده الخل مع الليمون ومع زيت زيتون كده حبه حلوين. خلاص ونحط كده ملح فلفل اسود ونقلبه كويس. بس نبتدي بقى نجيب الجرجير كده، هقطعه كده اهو بايديا. دايما الخضروات الورقيه نقطعها بايدينا عشان الفوائد اللي فيها ما تتكسرش من حده السكينه. نحط الطماطم الشاري دي بقى بتبقى ظريفه جدا في الغداء جنب الاكل، في الفطار بتبقى حلوه جدا، في العشاء، يعني دي بتنفع كل المناسبات. نحط كده حلقات من البصل نحط الخيار كده اهو يديله كده منظر حلو. عايزه اقول لكم يعني انا لما باجي بعمل السلطه دي بقلب الخيار معاها. دلوقتي وانا جايه اعملها حسيت ان انا لو حطيت الخيار بالطريقه دي هيبقى منظره حلو. دايما نجدد كده في الوصفات، حتى لو عملنا الوصفه كذا مره نغير في طريقه تقديمها، نزود عليها حاجه كل مره، الحاجات دي بتفرق قوي. نقطع كده بقى الجبنة بالطريقة دي. جبنة الماعز من الجبن التقيلة والدسمة قوي، عشان كده حاطة معاها كمية الخضار دي عشان نكسر من دسمتها. دسمة جدا ومفيدة جدا جدا، وياريت نأكلها لولادنا الصغننين. نحط عليها بقى كده الدريسنج بتاعنا
يليق عليها قوي زيت الزيتون. بس نطلع فاصل بقى ونرجع نكمل وصفات النهارده، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض بقى نشوف الوصفه الثالثه معانا النهارده عباره عن ايه. عباره عن خوخ متقطع فريش زي ما انتم شايفين كده، وعصير او كومبوت خوخ بالعصير بتاعه، بالعصير المسكر بتاعه، صوص نعناع او شربات نعناع، سكر. طيب اول حاجه هحطها كده كده الخوخ كده، ونحط معاه الخوخ الفريش، ونحط له معلقه سكر يعني، واللي مش حابب يحط ما يحطش، ان اصلا الخوخ الكومبوت الخوخ مسكر. طيب عقبال بس ما نملى ميه، تعالوا نحط الزبيب ده مع السجق. هنحط شويه زبيب ونقلب شويه من اللوز المحمر، ونقلب كده اهو، والسجق خلاص بقى جاهز للاكل. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا، شايفين اصلا لونه وطعمه هيعجبكم قوي. ده عشان اللي ما بيحبش القرنبيط ياكله، يعني انا قلت اعمل كده سجق بالقرنبيط بطريقه جديده. نحط بقى كده شويه ميه صغننين مع شويه كده من شربات النعناع، شويه كمان، ونضربهم في الخلاط. بضربه كتير عشان اضمن ان القشر بتاع الخوخ كله اتضرب كويس قوي. نحط كده، نشيل الحاجات دي كده. شايفين الالوان مع بعض، والطعم كمان هيبقى جميل جدا. انا دي مليتها شويه صغيره النهارده، عاملين حاجات كتير لونها اخضر. ده بقى بالراحة كده عشان ما يدلقش مننا. القرنبيط بقى ابتدي اشيله كده. طب اسيبه سنة كمان. ابتدي احط ده كده هنا كده. ابتدي احط الطحينه بالزبادي، بس كده
حط بقى عليه القرنبيط. اصفيه احسن واحطه كده على المناديل عشان اضمن ان الزيت كله اتشرب. ابتدي اوزعه كده. ريحته عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا جدا جدا. مهم قوي مكعب الزبده اللي مع الزيت ده اللي احنا بنقلي فيه القرنبيط عشان بيخليه طري والزيت بيخليه مقرمش. اللوز بقى، اللوز ده بقى اللي بيخلي طعم الوصفه كمان حلو قوي. حاطين لوز جوه ولوز بره. فاضل بقى اخر حاجه، بس كده. النهارده عملنا ثلاث وصفات سهلين جدا. هنا بس ما فيش شويه طحينه. ونحط عليها كده ايه؟ لوستين كده. خلاص؟ عملنا اهو ثلاث وصفات. عملنا وصفه العصير اللي بالخوخ مع شربات النعناع. خوخ كومبوت خوخ وخوخ فريش. وعملنا كمان السلطه الخضراء اللي بالجبنه الماعز، حطينا جرجير وشيري طماطم وحلقات بصل وخيار، والدريسنج بتاعنا النهارده كان ليمون وخل وزيت زيتون مع ملح وفلفل. والوصفه اللي عملناها اول وصفه خالص هي وصفه القرنبيط بالسجق مع مكعبات الطماطم، والدريسنج اللي عليه كان طحينه وزبادي مع لوز محمر، وما ننساش حطينا الزبيب مع السجق. يا رب تكون النهاردة الثلاث وصفات عجبوكوا وشايفين ان هم اتعملوا بطريقة سهلة وبسيطة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.